وصفه الكاري بالقريدس مع الرز. مزبوط. هلا اول ما نبدا وصفه الكاري بدنا نعمل مرقه، مرقه سمك. هي بتتعمل يا بعظم السمك او بتتعمل بقشر الروبيان، قشر الريديس، عشان تعطينا نكهه بعدين. اكيد بالضبط. هنحط مي معنا. هو الريديس بديها نكهه لحالها يعني، ممكن نحط مي عاديه بس هي بيعززها بيطلعها اكثر يعني. هنحط قشر الريديس معاه. هلا اجمالا هو القريدس يعني ممكن يزبط بعده طرق، يعني ممكن تطبخه لوحده وكمان يكون في له نكهه، بس هيدي طريقه مختلفه بزبط. لحتى نطلع نكهه جديده. بتبرزها اكثر. مظبوط. هحط قشر ليمون، ليمون مبروش، برش الليمون. برش الليمون هيدا. هنحط ورق الكرفس كمان، ورق الكرفس بيعطيها نكهة. الكرفس نكهة قوية، خاصة بيمشي كتير مع السمك. صح. عموما يعني هنحط توم، فصين توم مبشورين. حط بهار. عملها قبل هيدي الوصفة شي فايز او لا؟ الإريدس عامله كتير انا. ايه الكامبر عامله كتير، بس الوصفة هاي الكاري هاي الوصفة الصحية لأول مرة صراحة. هناخد بقدونس مفروم برضو. عموما المأكولات البحرية في كتير إلها فوايد وفي كتير أسئلة حواليها أكيد، يعني إنه هلأ عم ينحكى كتير عن زيت الأوميجا 3. هلأ القريدس في بقلبه أوميجا 3 بس كمان في بقلبه كوليسترول. أي. لما بقول لك في بقلبه كوليسترول أنت شو دغري بتفكر؟ القريدس إنه مش منيح يعني، كترته أو ناكله بكميات كتير كبيرة. أي. مش منيحة. هلأ أنا بعرف إنه شكله، عفوا بس إنه شكله هيك يعني، اللي بياكله كتير بدني الظهر يعني، إنه يعني بيخلي جاه الظهر مقوي. لا ما له علاقة لا 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 ما له علاقة بهالموضوع أبدا. بس عادة التوصيات بتقول إنه الشخص العادي لازم ما يتناول أكثر من 300 ملي جرام من الكوليسترول باليوم. مظبوط. وإذا كان عنده مشكلة بالقلب أو مشكلة بالشرايين أو مشكلة بارتفاع الكوليسترول بالدم، هالكمية لازم ما تتخطى ال 200 ملي جرام من الكوليسترول من الطعام اللي عم ناخده. هلا ال 100 جرام من الريدس فيها تقريبا 200 جرام من الكوليسترول. كثير فيها نسبة كوليسترول كويس يعني، مش ضار يعني. ما هلا بعدني عم اقول لك انه يعني التوصيات عم بتقول انه ما يكون اكثر من 200 ملي جرام. اذا الشخص عنده مثلا ارتفاع الكوليسترول بالدم يعني بكفي 100 هيك يعني ممكن ياخذ مثلا اقل من 100 جرام مره كل فتره. عرفت كيف؟ ال 100 جرام من الشرمب او من القريده فيها 200 تقريبا يعني بدك تقول بيطلعوا لهم شيء 10 12 حبه، طبعا حسب كبره او صغره للحبه. طيب هلا هي بدات تغلي معنا، بنخليها على جنب. ايه وهلا حنبلش هلا في الجمبري الروبيان. بالضبط الروبيان نقلبه مع البصل وهذا، بعدين نحط عليه المرقه نصفيها ونحطه عليه عشان تديها نكهه اكثر. هلا كمان ما بدنا نحكي بس عن الاشياء السلبيه عن الروبيان، الروبيان كمان في بقلبه مواد غذائيه كمان كثير مفيده. في بقلبه سيلينيوم، في بقلبه سيلينيوم، هيدا نوع من المعادن يلي كمان ممكن يساعد بتجدد الخلايا. طبعا مثلا نحط الزيت هلا عن اذنك. سيلينيوم معدن السيلينيوم هيدا المعدن كتير مهم لتجديد الخلايا. أي. وكمان ممكن يلعب دور كأنتي أوكسيدنت مثلا. في بقلبه كمان فيتامينات ومعادن كتير مهمة لألنا. في شغلات كتير هذا. شفت غني الروبيان. ايه مظبوط. لا خلاص انا ظبطت، انا بحبه كثير، انا بحبه مقلي مع البطاطس هيك. اوف 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 هيك بتزبط معك اكثر. العمليه هنحط هلا البصل، نقلب البصل مع زيت. بس لا هلا كيف حتصير تاكله؟ هلا بطريقه صحيه هاي. هلا بطريقه صحيه. شوف انا بس قديش حطيت زيت زيتون؟ ما قلت لي معلقه غريبه. معلقه واحده. معلقه كثير منيح بتكفي. شو انت تقريبا معلقتين عم بتاكل. عندنا قريدس كثير احنا عشان يافت قلبه. هلا طبعا هيدا القريدس مش انت حتاكله لوحدك. اوكي حطعميك معنا. يا ريت، انا ما فيني اكل القريدس عندي حساسيه.
ما فيني يعني سوري هيك بعتذر منك. عن جد انت محرومه من نعمه كثير كبيره. انا محرومه من القرايده. طب ما فيش حل في المشكله؟ لا ما بعوضها باشياء ثانيه فيها تقريبا نفس المكونات الغذائيه. حلو. بس يعني الاشخاص اللي عندهم حساسيه خاصه من شيء معين صعب انه يتجاوزوا هيدي المرحله. لا والله بتمنى لك. بس المهم انه يتجنبوا تناوله لانه ريدس هذا بدون مبالغه يعني يعتبر من الانعام يعني من الرفاهيات. هلا في كثير ناس أوه. بتحبه صح؟ ولا شريم كوكتيل يا عين. تمام فوتت عليك يعني طريق طويل. شريم كوكتيل هذا شيء ثاني اللي هو شو بتحط فيه؟ ما انت على طول اكلك يعني مع كاتشب مع شويه شريم مع لازم لازم بلاش اوه اوه هيك تلاقيه شريم بلا مايونيز بلا زبده ما بيزبط معك الموضوع. لا بتحط الزبده مايونيز. هلا بعد ما قلبنا شويه البصل بنحط التوم. هلا لما قررت انك تنحف فايز كنت عارف انك بدك تعمل تغييرات كثير على اكلك؟ اه طبعا طبعا ولفتره طويله يعني. انا مأهل نفسي نفسيا اني هقعد 6 شهور تقريبا انه هي اكلي هيكون تقريبا صحي واحاول اللي هو اكل مثلا برا والكلام هذا الغيه نهائيا. هلا انت ممكن انك تاكل برا بس بدك تعرف شو بدك تنقي يعني. هلا من خلال هالوصفات اللي عم نعملها بتصير تقدر تميز مثلا اي نوع من الاكل ممكن انك تاخده اي اكل ممكن انك تتجنبه. مزبوط صح. ولا لا؟ لانه انت بالنهايه بدك تمارس حياتك بشكل طبيعي. يعني مش انه بالمره يعني ممكن اكل سلطه من برا شوربه. صح ممكن تنقي السلطه ممكن تنقي الشوربه مشويات ايه شيء مشوي. هيدول طبعا بيكون فيهم سعرات حراريه اقل من الاختيارات الثانيه. بس عن اذن بدي احط الكمون عشان بدناش التومي طعم التومي يطلع. هنحط سوري كاري. هيدا الكاري بودره الكاري ايه وهنحط كمون. هلا فايز كثير مهم وقت تكون مثلا بدك تاكل برا ايوه تفكر بالطعام اللي بدك تختاره وتفكر بالمكان اللي بدك تروح عليه كمان. مزبوط. بتشوف اذا هالمكان هيدا بناسب اختياراتك وبناسب طبيعه حياتك او ما بناسبها. فاول شيء بيخطر على بالك اذا مثلا انت قررت تخفف وزنك ورحت على مطعم شو بتطلب اول شيء؟ هو عاده احنا اخر شيء بشوف السلطات ابدا فيه. انا بفتح المنيو على الطبق الرئيسي. نفتح هلا على السلطات اول حل. اوكي غير السلطات شو عندك اشياء ثانيه فيها سعرات حراريه خفيفه بيكون؟ مشويات تقريبا. هلا السلطات بدي الفت لك نظرك لشغله. مطرح ما بتروح فايز وبتطلب سلطه حاول على طول تطلب التتبيله او الدريسنج تكون على جنب لانه وقت اللي بنقيس زيت مثلا كل ملعقه زيت فيها 120 ل 130 كالوري. اوكي فهيك انت بتصير تقيم او تتحكم انت بالموضوع بدل ما حدا ثاني يتحكم. اطلبها لحالها هيك اطلبها تكون لحالها محطوطه على جنب وانت ساعتها بتحط ملعقه مثلا على الصحن تبعولك. طيب عن اذنك هلا من المراه السمكه تطول معنا شوي. ايه انا كنت مجهز معي مراه. هنحط المراه على الصلصه اللي هي البصل والثوم اللي احنا قلبناهم. كمية بسيطة ولا شوي بس انه نحط عليها الجمبري عشان بدنا ياخذ تاخذ النكهة بعد الكاري والبصل الحواس اللي موجودة بقلب البصل. بالضبط يعني هالقد شوي اكيد. هنخليها تغلي. بعد ما تغلي بدنا نحط عليها الجمبري. نرجع للسلطة. نرجع للسلطة. ثاني شيء بتفكر انك تطلبه في سعرات حرارية خفيفة بالمنيو شو هو؟ شوربة. شوربة. اي نوع من الشوربه بتنقي؟ هون دخلنا بالجد. لا شو بدك انا واحد خليه يحكي بصراحه. ايه هتروحي برا تاخذي سلطه يعني انا مستحيل اطلب من برا سلطه خضراء. ايه شو حتطلب؟ لازم السلطه بس تكون سلطه زي تبعت يعني فيها سلطه بطاطس بالمايونيز. يا سلام مع هيدي بكون مضاعف الدسم فيها. اي 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 الشوربه لازم تكون شوربه مشروم بالكريمه ذره. اوكي دجاج. فاذا فايز هلا انت اذا انت بدك تقول لي الي انا انه انا فاطمه رحت على هالمطعم وطلبت هيدا الشيء الصحي شو حتكون السلطه اللي حتطلبها وشو هي الشوربه اللي رح تطلبها؟ طب انا بالنسبه لي ولا الك؟ لا
انت قررت تخفف وزنك صح؟ حلو رحت على المطعم، حتيجي تخبرني تقول لي فاطمه انا نقيت هيدي السلطه وهيدي الشوربه، شو حيكونوا السلطه والشوربه؟ قل لي. يكون سلطه خضراء، لو يعني احنا يعني زي ما وصفات صحيه يعني سلطه خضراء وشوربه خضار. وشوربه خضراء. هلا السلطه فيكون مثلا فيها دجاج مشوي مثلا والدريسنج او التتبيله تكون على جنب، كمان هيدا اختيار صحي ما بيشكي من شيء، يعني مش ضروري تكون خضراء، بالعكس ممكن يكون فيها مكونات، بس انت مثلا اذا مش واثق 100% المكونات كيف محضره فيك تسال مثلا اللي هونيك او يسالوا لك الشيف مثلا انه، او مثلا تقول لهم بدل ما يكون مقلي مثلا دجاج بليز اعملوا له اياه مشوي، فانت حاول انك يعني تختار، بس أفرض تختار عليهم. افرض عليهم رأي. ايه مش انه تجيك المنيو وانت مو عشان هيك الواحد اريح له، انت تقعد هيك مع ناس وتشوفي لك مثلا اخوك قاعد جنبك هيك مثلا هذا هو طالب مثلا طالب شيء زاكي هيك وانت معك صحي هلا ليه الا تخليك شغله ما بعدنا عم نقول فايز الاشياء الصحيه مش ضروري تكون مش طيبه، بالعكس مزبوط صح في يكون طيب وصحي بس نعرف كيف بدنا نختاره. بعدين هيدي الشغله اللي حكيتها هيدي شغله كثير مهمه، في اشخاص كثير بيتاثروا انه عن اذنك بس احط الشرم بدل تغلي معنا المي اوكي، فاذا في كثير اشخاص بيتاثروا بالمحيط العام حواليهم، يعني مثلا ما بيكون في عندهم سبورت او كيف بيقولوها هيدي حافز من الناس اللي حواليهم اللي عايشين معهم بنفس البيت، فكثير مهم الشخص اللي بده ينزل وزنه الاشخاص اللي حواليه يساعدوه بهالشيء، مش انه يخلوه يحس انه هو غير او هو اكله غير اكلهم. مظبوط. فنحن هيدي الوصفات اللي عم نعملها هيدي بتنعمل للعائله كلها، مش ضروري تكون عم معموله لشخص واحد. الكل بياكل منها والكل بيستفيد، وكمان بنفس الوقت بتكون صحيه ومتوازنه. مظبوط ولا لا؟ انا هذا اللي بيصير. اما اروح مثلا مطعم مع ناس ويقعد يطلبوا في البيت واحد يقدر يعمل كنترول اكثر. صح. يقعد زي هيك لا السلطه ها فتحطها هالقد. مظبوط. او انا او مطبخ لهم مثلا طبخه هيك احاول قد ما اقدر اخليها صحيه زائد انه يكونوا ياكلوها معي. يعني هذا برضه بفيد كثير معنا. طيب خلينا هلا نحط الرز اللي مع مع الكاري والجمبري. الرز احنا عاملينه رز عادي بني ومسوتوين يعني اللي هو رز البسمتي البني، رز البسمتي البني كثير منيح اوكي، يلي هو في بقلبه الياف وامتصاص السكر اللي فيه بطيء، فهيدا بحسسنا بيعطينا شعور بالشبع لفترة أطول، وبيخلي السكر عنا بالدم ما يعلى بسرعة. بيكون عم يعلى بشكل تدريجي وبشكل بطيء. مزبوط. وهيك بصير عنا السكر مزبوط مثل ما بيقولوا. سكر مزبوط. سكر مزبوط أهم شيء هيدا. هو عادة نحن نعمل مثلا هيك جمبري، نطبخ الرز بالجمبري برضو بالمرقة، بس هذه مرة عاملينها صحية فلحاله يعني. ورز بني كمان. ورز بني. صحي على الآخر هلا هيك بصير. ها؟ صحي على الآخر. على الآخر، والله ما كنت شايك الله. تغيرت كثير الله. عملت نقلة نوعية هلا فايز. تغيرت كثير الله. طيب شو رأيك هلا تغيرت طريقة تفكيرك؟ إذا شفت طبعًا. حدا طالب سلطة شو حتقول عنه؟ لا 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 حشجعه. هنجيب طبق التقديم معنا. شايف فايز عن جد كتير مهم اوقات نظرة المجتمع للشخص بتكون قاسية شوي، كتير مهم انه نحنا نفهم انه الاشخاص اللي حوالينا عندهم احتياجات خاصة فيهم ونحاول نشجعهم، بالعكس ما لازم نخليهم هن انه يحسوا حالهم لوحدهم او هالاختيار عم ينتقص منهم، بالعكس كل ما شفنا الاختيار صحي اكتر كل ما صار هيدا الشيء طيب. حافظ لإلا نحن كمان لحتى نقلده. هنضبط الموضوع وهناكل سلطة وهنحط بقدونس. حط شوية بقدونس عليها في الأخير، بقدونس أو الكزبرة نقدر نحط اللي بدنا إياه، الاثنين بيعطوها طعم زاهي، بيعطوها نكهة كمان كتير طيبة. هنحط الكزبرة هاي نقلبها تقليبة بسيطة بس خلاص، هي استوت معنا الجمبري ما بياخذ وقت. هنسكبها جنب الكوب الرز اللي احنا عملناه، هنحطها حد الرز وحتى لونه طلع كثير حلو كمان. لا لا لا.
صراحة لذيذة مشاهية كتير. خلص هلا بعتقد بكفيك هالقد فايز. بس هيك؟ شو رأيك أنت؟ 100 جرام. اطلع بالصحن، ما عبالك عينك؟ صراحة. ماشي تمام.